بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل حديثنا في مادة التحرير العربي، وكنا قد بدأنا شرح درس علامات الترقيم، وقد تعرفنا على هذه العلامات في المحاضرة الأولى وفي المحاضرة الثانية أيضا، وقلت لكم إننا سنكتفي بشرح أشهر هذه العلامات وهي 10 علامات، وبدأنا في المحاضرة الأولى بالوقوف مع الفاصلة والفاصلة المنقوطة، وفي المحاضرة الثانية تحدثنا عن النقطة وعن النقطتين وعن الشرطة وعن الشرطتين، وقلت لكم في نهاية المحاضرة السابقة هو أن الشرطتين والقوسين لهما المواضع نفسها، لا فرق بينهما في ذلك. وتحدثنا أيضا عن علامة الحذف والإضمار التي هي 3 نقاط متتالية على السطر، وتبقى عندنا الحديث عن 3 علامات وهي علامة الاستفهام وعلامة التأثر وعلامة التنصيص، وسنشرحها في هذه المحاضرة. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن درس علامات الترقيم إن شاء الله تعالى، وسنبدأ الآن بشرح العلامة 7 من علامات الترقيم وهي علامة الاستفهام. وكما هو واضح من هذا العنوان فإنها توضع للدلالة على وجود استفهام، وهذا يعني أنها ستأتي بعد الجمل الاستفهامية، والجمل الاستفهامية تعرف بوجود أداة من أدوات الاستفهام مذكورة، وقد يكون الاستفهام دون وجود أداة من أدوات الاستفهام لأن أداة الاستفهام محذوفة ويعوض عنها تنغيم العبارة، وسيتضح ذلك بالأمثلة إن شاء الله تعالى. لاحظ هذه الأمثلة، أهذا كتابك؟ لاحظ أن عندي أداة الاستفهام الهمزة، ولذلك أتيت بعلامة الاستفهام. متى عدت من السفر؟ هذه متى من أدوات الاستفهام، ولذلك أتيت بعلامة الاستفهام. أين يعمل أخوك؟ أداة الاستفهام أين، ولذلك وضعت علامة الاستفهام في آخر الجملة. أي الدول فازت بكأس العالم؟ أتيت بأداة الاستفهام أي، ولذلك وضعت علامة الاستفهام في آخر السؤال. من بطل فريقها؟ لاحظ أن أداة الاستفهام من، ولذلك أتيت بعلامة الاستفهام هنا. ولكن قد يكون الاستفهام مفهوم من تنغيم العبارة، ولأن علامة الاستفهام محذوفة، وذلك كأن يقول لك قائل: تسمع الكلام المكذوب عني وتسكت؟ فإن الجملة كما ترون العبارة ليس فيها أداة من أدوات الاستفهام، ومع ذلك وضعنا هذه العلامة من أجل التعبير عن ماذا؟ من أجل التعبير عن هذا الاستفهام المفهوم، لأن المراد أتسمع الكلام أو هل تسمع الكلام عني وتسكت؟ لذلك أتت هذه العلامة للتعبير عن هذا التنغيم. لذلك يمكنك الآن أن تفرق بين قولي حضر أبوك وبين قولي حضر أبوك، فإن الأولى خبرية والثانية استفهامية. العلامة 9 من علامات الترقيم هي علامة التأثر، وهي هذه التي ترونها، ومعظم الناس يسميها علامة التعجب، والحقيقة أنها توضع للتعجب ولغيره من العلامات النفسية، علامات الانفعال النفسي، لذلك سميناها علامة التأثر، أي علامة الانفعال النفسي أو التأثر النفسي. والتأثر النفسي ليس فقط التعجب، فعندنا التعجب وعندنا الفرح وعندنا الحزن وعندنا الدعاء وعندنا الدهشة وعندنا الاستغاثة، كل هذه مؤشرات على تلبس الكلام بانفعالات وعواطف نفسية. لذلك حين تقول ما أقسى ظلم القريب، فإن هذا تعجب، ولذلك وضعنا علامة التأثر. يا لجمال الخضرة فوق الربا، لاحظوا أن المراد هنا أيضا التعجب، فوضعنا علامة التعجب. لقد أعدنا بناء قواتنا المسلحة، وهذه تتلبس بالفرح، لذلك وضعنا علامة التأثر. يتبدد في الهواء أصوات الداعين إلى السلام، لاحظ أن هذه العبارة تحتوي على حزن، لأن كيف يتبدد في الهواء صوت الداعي إلى السلام، ولذلك وضعت هذه العلامة لتشعر بأن العبارة عبارة فيها عاطفة، وهي عاطفة الحزن. إذا قلت رعى الله العرب وسدد خطاهم، فإن هذا دعاء، والدعاء فيه جانب
عاطفي وجانب نفسي، ولذلك وضعنا علامة التأثر حين تقول تحيرت في فهم الباعث على أن تقتل الأم من طفلها، أو تعجبت وتحيرت في فهم الباعث على أن تقتل الأم طفلها. فلاحظ معي أن هنا دهشة واستغراب وحيرة، ولما تلبست هذه العبارة بهذا الجانب العاطفي وضعنا علامة التأثر. يا للطاعمين الجائعين، ويا لهذه هي التي يعبر عنها بالاستغاثة، الويل للمجاهرين بالمعاصي، وهنا العاطفة عاطفة تهديد ووعيد. لذلك وضعنا هذه العلامة التي هي علامة التأثر كما ترون. العلامة الأخيرة من علامات الترقيم هي علامة التنصيص، وهي عبارة عن قوسين صغيرين يوضعان في أول النص وفي آخره، وسميناها علامة تنصيص لأنها مأخوذة من لفظ النص، يعني نقل النص كما هو، نقل النص كما هو، وتوضع عندما ينقل الكاتب كلام غيره نقلا حرفيا، يعني كما هو دون حدوث أي تغيير، كقولك حكي عن الأحنف بن قيس أنه قال: ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خصال، إن كان أعلى مني عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان نظيري تفضلت عليه. ولذلك يكثر استخدام علامات التنصيص في البحوث والموضوعات الطويلة التي يعتمد فيها على تضمين فقرات وجمل ونصوص من كلام غير المؤلف للاستعانة بها. إلا أنه يجب أن ننبه هنا هو أن علامة التنصيص كما أنها تستعمل في النثر فإنها تستعمل في الشعر أيضا، إذا ضمن الشاعر قصيدته بيتا ليس له فإنه يجب أن يضع علامة التنصيص حتى يشير ويفهم القارئ بأن هذا البيت مضمن في قصيدته وليس من نظمه هو، ليتكون هذه العلامة دلالة على أن هذا الشطر أو هذا البيت لشاعر آخر. وبهذا نكون قد أتممنا شرح علامات الترقيم. وجدير بك أخي الطالب بعد أن تعلمت هذه العلامات أن تقوم بضبط النصوص بهذه العلامات، كل علامة في موضعها. نلتقي في درس قادم إن شاء الله تعالى.